السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم سوينا برج لصيد الطيور اللي بالمحمية، ما يحتاج ضل الطار دوراهن بالمحمية وزنيق وما أعرف إيش وشبك، عرفت؟ فظلينا نفكر شلون نصيد دين الطيور داخل المحمية، يعني صار لنا هواي وقع واحد يأذي الثاني. قررت اسوي هذا البرج. شوفوا هذا داخل اكيد، هاي الباب، هاي الباب هنا حطينا الاكيد، هاي الباب ظل مفتوحة. سوينا هذا تقريبا مترتين، في متر ارتفاع، متر مترتين، حتى براحة يطبون ياكلون الطيور ويطلعون. هذا الاكل خليناه هنا بالداخل، هنا راح نقعد نخلي كرتون ونقعد على مود ما يشوفونه وبراحتنا نصيدهن. دخلنا هنا نصيدهن، نطلع من عندهن وجبة على مود لا يصير عندنا الفناجس. صار لنا هواي عندنا طير الجاوي، كناري عندنا جاي يتكاثر، بس شفت الجاوي جاي يقتل بالفراخ مال الكناري والحسون. اماتين عندنا مستوين بيضين، نخاف يصير عليهن شيء هذين الكناريات جوا. هذا الاكل القديم، هسه خلينا هني نتعلمن على هذا المكان على مود ونتعلمن الطيور على هذا المكان. الدور براحتنا نصيد، نفتح الباب على طول لحد ما نريد نصيد، نحط هناك مكان نغطي بيه رواحتنا او كرتون او فشي بذاك المكان من الاخير، تجي الطيور تطب لنا والدور نسحب الباب تطبقها هذا الشكل. طبقت بعد ماكو، هو بسيط يعني، بس مجرد محكم يعني ما يطلع من عدة طير. وبراحتك هنا نشد الخيط او الحبل منه لحد هناك، وهاي الباب هيك تطبق والطيور براحتنا نطب ونصيدن براحتنا. شوف خلي يتعودن، نفتح الباب تعودن براحة يطبون ياكلن ويطلعن. بعد يومين ثلاثة دور تتعود الطيور ونبلش بيهن. كمش، مع السلامة.